بين قتيل وجريح سقط العشرات في مجزرة مروعة استهدفت سوقا للخضار في حي المعادي القديم وسط مدينة حلب الواقعة شمال سوريا. ووفق ناشطين فإن غارات نفذتها مروحيات النظام أسقطت صاروخا فراغيا على السوق الشعبي في ذروة نشاطه، أدت إلى نشوب حرائق وأضرار مادية، ويتوقع أن يستمر عدد القتلى بالازدياد بسبب الإصابات الحرجة للكثيرين، ناهيك عن المفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرت. هذا وتواصل قوى الدفاع المدني على رفع الأنقاض وانتشال الجثث. قصف مماثل بصواريخ فراغية طال المباني السكنية في حي الشعار وسقط فيه عدد من المدنيين. وفي أحياء السليمانية والسبيل والخالدية التي ما زال النظام يسيطر عليها قتل عدد من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء جراء سقوط عشرات القذائف المدفعية مجهولة المصدر، واتهم نشطاء قوات النظام بقصفها تبريرا لارتكابه المجازر في أحياء يسيطر عليها الثوار. تصعيد العمليات العسكرية طال أحياء جب القبة وقيول وباب المقام والقطرجي وسيف الدولة وباب النيرب، وتسبب بوقوع عشرات الضحايا من المدنيين نتيجة إلقاء البراميل المتفجرة. نوال عياض، العربية.